طبعا الله يقويك ويحميك يا رب. انت ما زلت صامت موجود بقلب مدينه حمص، فممكن تشرح لي عن الشيء اللي زارعوا؟ لا هون زارعين فجل، هونين زارعين بامي، هون جنبك البقدونس. فجل، بامي، بقدونس، هنيك شو زارع؟ هذا ذره شال الاولاد الصغار ياكلوا منه يتسلوا. ليه كمان هنيك خضار. هلا مثل ما هون شايفين كمان اخونا عم يسال شلون زراعه هاي هون يا اخي؟ هون هاي كوسه بقدونس وعشاور وفيوم وباذنجان. هاي البقدونسات هون ما شاء الله نابتين عند جارنا بكره هيك بيحسب حسابنا في صحن ان شاء الله بقدونس. شكرا يا ابن الله. هاي الكوسايات هون ما شاء الله. هيك كمان هنيك زارعين ملوخية. نعم. يعني اعتماد مثل ما بنشوف اليوم اعتماد شخصي، بعد ما انه المنظمات الإنسانية ما دخلت ما قدمت أي شيء، فهدول أولاد مدينة حمص يعني جاتهم صامدين ومتواجدين عم يحاولوا يستفيدوا من الحدائق اللي عم تكون هي عبارة عن لإلهم لحتى تنبت لهم أعشاب وتنبت لهم أكل لحتى يبقوا على قيد الحياة. ومثل ما بنشوف مقاتلين نفس الوقت هني بيطلعوا على الجبهة وبيقاتلوا بيدافعوا عن وطنهم، وبس انتهوا من نوبة حرسه من معركة بيرجع على بيته بنفس الوقت بيستفيد من وقت رياحته. هو عبارة حول وقت رياحته لعمل لحتى يحصل على طعامه اللي عم تنبت الأرض من بعد ما يزرع. ها هي التربة قدامنا وهي المي وخيرات الوطن. بيقعد هون كمان اخونا بيتفيا تحت الشجرة بشكل يومي. صح نحن بنقول قصف دائم وكل شيء عم يصير وباكات والنظام بجن جنون، ولكن رغم كل التصيد اللي عم يستخدم النظام فبنشوف انه البسمة الموجودة على وجوه المقاتلين معنويات عالية بفضل من الله الحمد لله. وهي عم يحصلوا على جزء يعني طبعاً جزء بسيط من الشيء اللي ممكن يساعدهم حتى يكون طعامهم الوحيد. شو حاب تقول هالعالم؟ شو بدنا نقول لهم؟ تعبنا من الحكي. ما حاجة حكي، شايفين بعينهم. هلا انت اكتهيت انسان تطلع حرس ترجع تزرع، شو شعورك؟ شعور الحمد لله، ما منو غير الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين. عم جاهد سبيل الله، عم نجي نزرع مشان نطعم اهالينا.